مهمه زي ما بتعمل. قرر حضرتك معايا انت اعمل بحث عن انتخابات في ضياع قرار. ابحث عن معلومات عن عمليه ترشيح المنتخبين وعمليه التصويت وعن الاحتفال بالجنس الجديد. يا سلام يا شرف استاذي، وبعد اني مش راح اخيب املك، راح ابحث كل الاسس اللي يبنى عليها برامج الانتخابات، وطبعا بمساعده ليلى بنت الضيعة. لازم نبلش العائلات اللي جاهزين مرشح لها، او العائله ضربنا بها، رشح ضربنا بها، تعال نبلش منهم. معلوم بلد انا بس اطلب الخلانة فيه انا يجي
إنه إلا تنيان من لازم تكون به بالدخل مرونه. آه يا لما رأي بنتي يا لسانة بنتي تعالوا خذي لحقك من أبوك المشكو. مام داد هو اليوم الحمد لله رجعتك بالسلامة. بس انا مش هجمع بس نهاية حياتنا بالمفروض انت تؤمن بينا مش من عاداتنا وهذا دور التعليم اجى يوعينا ويخلينا من بذاتنا وزي ما اجى في الايه الكريمه كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وانما يتذكرون اولو الالباب. I'm not.
يا الله قديش نور تأثر علينا بعلامها. خليك هالضيعة، سيبوا ما حكي بين الرجال، وبكفيش قوة النسوان. بهاج العيلة ممنوع المرأة تحكي وتعبر عن رأيها، وبعيلة دار أبو ربهان إنها بتعمل بتشغل وبتقول، مع إنها عارفة إنها بدها مفتوح. أصلاً أنا كان معروف عنها إنها مشاعرها مش مظبوط، إلها بنفتحات الحجابات والرملات. Thank you.
السلام عليكم سيدي. رحمة الله وبركاته. إحنا جايين نعمل تحويقة من الحجاج المسيح. بركاتك اسمع لكلماتك، استجب لدعواتك من خلفك اسمع بناتك. اللهم وفق عبدك معروف لما تحب وترضاه، وفرق اصوات نبال، واجعل يوم الانتخابات عزاء. امين. اللهم امته من الجوع، واكسر له يوم الانتخابات حقه وقوع. امين. اللهم اطعمنا لحما محليا وطيخ، واهريه ممكن سل وسيف. امين. ركز على الانتخابات. فويلا لي
بعد العيش الطويلة طلقني وعبيت للسيلي شو
الرجال، فالأرجيلة أسمى هم عنده، يسعى سفرها كالتيل والخيال. إذا أبصر حسناء فاتنته عاف الشرع وأفتى إبصارها حلال. لا فضل لهم في حياتنا، فعقولهم أشد من مشاكل العذار. دعوهم في بيوتهم فرادى، وسيعلمون من سيحكم في المقام.
الزلاف. انت اطلع من راسي، بس مش وقت الدهن، نحن جايين نشتغل. يلا نعمل مع الزبوزه اللي بتخدم. يلا متخذين الجهاز العالي، هذا مرتب الفاتوره. جعبان التايه شو الاسم؟ انا جعبان التايه. اسال اسال يا سيدي الركيب، لسه مو جعبان. تفضل تبنى. ما هي كمان اكلت وطلعت على حبال عكلي، ولاني ذبحتها وطلعت منها. من انا اللي ذبحتها؟ واحد مرتك؟ لا هي سخنتنا. جعبان وتبنى، طب التايه؟ قول جد وقص ومن يبكها ضيع. لانك عرفت تلاقي صندوق عينك اللي مكتوب. مين؟ والعيون التاية مو ضايع، خذ خاتم. ام بشير. Thank you.
شوي عليها يا استاذ. I'm
Thank you.